شلون تشوف سعر الساعات في الوقت الحالي؟ والله سعر الساعات انا اشوفه جيد يعني زين، خصوصا يعني الاسعار بصراحه مرتفعه هي شوي، ولكن هي استثمار ناجح حق اللي يشتري. شنو اكثر غبار الشباب يعني؟ على الرولكس. ليش يعني؟ شلون بس الرولكس؟ لانه وانت نايم مرتفع سعره، تنام بالليل بسعر، تقعد الصبح بسعر ثاني مرتفع. وهل في نوع معين؟ الانواع كلها انا اشوفها. زين ايش معنى الرولكس عن غير الماركات الثانيه؟ وفي ماركات عالميه يعني، وفي اسعار مثلا لأنه هو الرولكس الشركة الوحيدة اللي سبحان الله لها حظ بهالسوق، ودائما الحظوظ تلعب دور كبير بالبيع يعني. بس شنو السبب وجهة نظرك حتى الوكيل الأساسي ما قاعد ينزل بضائع، أو الشركة الأساسية ما قاعد تنزل مثلا كمثال رولكس يعني تنزل بس ديزاين معين او موديل معين بعدين فتره ما تنزل؟ هي مو فتره، هي يكون عليه طلب، الطلب هو الاكثر يعني، المستهلك يكون يعني ناطر دور عشان يحصل هالشيء، مو الوكيل هو ما يوفر، هو يوفر لكن في كميات معينه اللي تحملها المصانع يعني، وقاعد يوفر حق الزبون، عشان كذي الزبون قاعد يتجه حق السوق انه يشتري باسعار اكثر من البوتيك نفسه. بس مو هذا راح يرفع السعر يعني، لو مو في توفر في الوكيل راح يغلى السعر شوي. شوف استاذي، هو شوف، هي مو سياسات ولا في شيء، هي نفس العقار مثلا. العقار في يوم من الايام كان البيوت في العاصمه ب 20,000، اليوم مليون دينار ما تقدر تشتري. عرفت ليش؟ بحكم الطلب ولا عدم التوفر. هي صار هالشيء في سوق الساعات، بعدين هو لأن استثمار ناجح يعني. اليوم قيمة الشيء قبل 10 سنين مو نفس قيمة الشيء الحين كاستهلاكيات، ولكن في عالم الساعات لا، قيمة الشيء قبل 10 سنين قاعدة تضاعف الحين.